لوطن مشترك وفي مسؤوليات طبيعية مشتركة. وفعلا نجحنا. اليوم هو يضم وجهاء والشيوخ لعشائر من المكونات العربية والكردية. نريد أن نتخذ موقفا ليس استنكارا وشجبا، إن موقف حقيقي وجاد هي من تدخلات الحكومة التركية في شأن الشعب السوري واحتلالها السافر لعفرين وباقي الأراضي السورية ودعمها للوحدات الإرهابية وأيضا تدخلها في إدلب. نحن كشيوخ عشائر تدارسنا الوضع فيما بيننا بأن يكون ملتقى عشائري في القامشلي للوقوف صفا واحدا مع بعضهم البعض ضد الاعتداءات التركية والفتن التي عم دخلها الدولة التركية في الشمال السوري. المنطقة الجزيرة السورية مجتمع صغير أو مجتمع كبير. نحن هنا لكي نجدد كلمتنا بأننا لا نقبل أي عدوان على هذه المنطقة. أيضا يوجد مقاتلين على أرض الواقع قدموا التضحيات، قدموا الشهادة، قدموا النضال.